من الخلق خذ عبرا وعن آثاره خبرا. حكايات سنرويها هنا كي تحدث الأثرا. فصنع الله معجزة وللألباب كم أسرا. تفكر فيه يا إنسان قد خاب الذي كفرا. يعيش المرء مرتبطا إذا ما أعمل الفكرة. إذا ما أعمل الفكرة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات. الحمد لله الذي علم العثرات فسترها على أهلها وأنزل الرحمات ثم غفرها لهم ومحى السيئات. فله الحمد ملء خزائن البركات، وله الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات، وله الحمد ما تعاقبت الخطوات، وله الحمد عدد حبات الرمال في الفلوات، وعدد ذرات الهواء في الأرض والسماوات، وعدد الحركات والسكنات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مفرج للكربات ولا مقيل للعثرات إلا هو، ولا مدبر للملكوت إلا هو، ولا سامع للأصوات إلا هو. ما نزل غيث إلا بمداد حكمته، وما انتصر دين إلا بمداد عزته، وما اقشعرت القلوب إلا من عظمته، وما سقط حجر من جبل إلا من خشيته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام في خدمته، وقضى نحبه في الدعوة لعبادته، وأقام اعوجاج الخلق بشريعته، وعاش للتوحيد ففاز بخلته، وصبر على دعوته فارتوى من نهر محبته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أرحب بكم أعزائي المشاهدين مجددا، سائل المولى أن يسعد أوقاتكم وأن يسدد أقوالكم ويبارك خطاكم، ومع الحلقة الأخيرة من برنامجكم أيها الإنسان تعلم. والآن نبقى مع قرعة سؤال حلقة الأمس. مليون مبارك للفائزين، وحظا موفقا لمن لم يحالفه الحظ في الحلقة الأخيرة. جوائز هذه الحلقة مقدمة من شركة والآن مع آيات الليلة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا
إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا كادح عامل ثبور الهلاك يحور يعود مرحبا بكم. جعل الله الإنسان من أشرف المخلوقات بالشكل البديع الذي خلقه به، وإن الماء الذي خلق منه الإنسان يضم حيوانات منوية لا ترى بالعين المجردة وإنما ترى بالمجهر الدقيق، وحيوان واحد من بين الملايين التي تقذف في الرحم يتكون منه هذا الإنسان السميع العاقل البصير، فتبارك الله أحسن الخالقين. يستخدم الإنسان 200 عضلة ليقوم بخطوة واحدة فقط، هناك عظمتين فقط في أصبعي قدميك الكبيرين، كل إصبع عظمتين بينما يوجد 3 عظام في باقي الأصابع. تحتوي قدمي الإنسان على 250,000 غدة عرقية، يمكن لخلايا الدماغ أن تخزن 5 أضعاف كمية المعلومات الموجودة في الموسوعة البريطانية. يستغرق الطعام 7 ثواني فقط ليقطع الطريق من الفم إلى المعدة. يطلق الجسد خلال 30 دقيقة حرارة كافية لغليان 0.5 جالون من الماء. مادة المينا الموجودة في الأسنان هي أقصى المواد الموجودة في الجسد. تبدأ الأسنان بالنمو قبل 6 أشهر من الولادة. طول إصبعك الإبهام يساوي طول أنفك. يبلغ متوسط عدد شعر رأس الإنسان حوالي 200,000 بصيلة، وكل بصيلة قادرة على إنتاج 20 شعرة. ينتج الجسم حوالي 1 لتر من اللعاب كل يوم. يفقد الإنسان حوالي 4 كيلوغرام من خلايا الجلد كل عام. لا يذرف الأطفال الدموع إلا عندما يصبح عمرهم شهرا واحدا على الأقل. قلب الإنسان يضخ الدم بقدرة ضغط عالية جدا قادرة على إرسال الدم لارتفاع 9 أمتار، وهذا يفسر إحساس الإنسان بنبض القلب. قلب المرأة ينبض أسرع من قلب الرجل، وذلك لأن حجم قلب المرأة أصغر من حجم قلب الرجل، ومع ذلك فإنه يقوم بضخ نفس الكمية الدم إلى الجسم بنفس الوقت. حساسية العين للضوء عالية جدا لدرجة أنه لو كانت الأرض مستوية فيمكن للإنسان أن يرى ضوء شمعة في الليل من على مسافة 8 كيلومترات. النبضات العصبية تنتقل من وإلى الدماغ بسرعة تصل إلى 250 ميل في الساعة، أي أسرع من سيارة فورمولا 1. الرئة اليسرى أصغر من الرئة اليمنى، ويعد ذلك لإعطاء بعض المساحة للقلب، حيث يميل قلب معظم البشر إلى اليسار. عندما يعطس الإنسان فقد تصل سرعة جزيئات اللعاب إلى 160 كيلومتر في الساعة. لو كان دماغ الإنسان كمبيوتر لتمكن من تنفيذ 38,000 تريليون عملية حسابية في الثانية. الأحماض الهضمية في المعدة قوية لدرجة أنها قادرة على إذابة معدن الزنك، ولكن لحسن الحظ فإن خلايا بطانة المعدة تتجدد بسرعة كبيرة جدا بحيث لا تحصل الأحماض الهضمية على الوقت الكافي لإذابتها. تتحرك عضلات التركيز في العين حوالي 100,000 مرة في اليوم الواحد. جسم الإنسان ينتج 25 مليون خلية جديدة في كل ثانية. يوجد بكل كلية ما يقارب 1,000,000 فلتر تقوم بتنقية حوالي 1.3 لتر من الدم كل دقيقة، والتخلص من حوالي 1.4 لتر من البول يوميا. عناصر خلق الإنسان هي الماء والتراب، والتراب منه النبات، ومن النبات الغذاء، ومن الغذاء الدم، ومن الدم النطفة، ومن النطفة الجنين. أما مراحل خلق الإنسان في بطن أمه فتتكون من الأطوار التالية، وهي النطفة الناتجة من اختلاط ماء الرجل بماء المرأة بعد عملية الجماع فيصبح الماءان نطفة واحدة. المرحلة الثانية العلقة، وهي قطعة من العلق وهي دم جامد. ثم المضغة، وهي قطعة صغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ في الفم. والعلقة
تمر في مرحلتين، مضغة غير مخلقة وتمتد من الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الرابع، ولا يوجد أي تمايز لأي جهاز أو عظم، ثم مضغة مخلقة تمتد من نهاية الأسبوع الرابع إلى نهاية الشهر الثالث، وتمر بعدد من التغيرات المدهشة والدقيقة كما تنمو وتتطور الخلايا فيها. ثم المرحلة الرابعة وهي العظام، حيث تتحول قطعة اللحم إلى هيكل عظمي. كساء العظام هي المرحلة الأخيرة، حيث تلتف باللحم حول العظام العضلات واللحم كأنها كساء. وأخيرا الخلق الآخر بمعنى نفخ الروح، وهذه النفخة تكون بعد مرحلة العلقة، أي خلال الأربعة الأشهر الأولى. من رأى في المنام شخصا واحدا مجهولا من بني آدم فربما كانت رؤية ذلك الشخص هو نفسه، فإن رآه يفعل خيرا كان هو فاعله، وإن رآه يفعل شرا كان هو مرتكبه، وإن رأى اثنين فإن كان خائفا شعر بالأمن، وإن رأى ثلاثة فإن ذلك دليل على الورع عن ارتكاب المحارم. ومن رأى كأنه أخذ منه شيئا يحبه نال منه ما يؤمله، وإن كان من أهل الولاية ورأى كأنه أخذ منه قميصا جديدا فإنه يوليه، فإن أخذ منه حبلا فإنه عهد، وإن رأى كأنه أخذ منه مالا فإنه ييأس منه وتقع بينهما عداوة وبغضاء، والله تعالى أعلم. انتظرونا بعد قليل. أعود إليكم أحبتي من جديد. في هذه الآيات مواعظ بفوائد كثيرة، وبها نختم هذا البرنامج. ومن ذلك فقد فتشت عن إنسان قام بالواجبات والمستحبات كما انتهى عن المحرمات والمكروهات مثلما وقف أمام المباحات. فتش عن إنسان قام بتوحيد ربه ودعا خلقه إلى قربه وحذر من الشرك به. فتش عن إنسان إذا قلت له اتق الله قال اتقينا، وإذا قلت له قال الله قال سمعنا وأطعنا، وإذا قلت له قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رضينا. أفتش عن إنسان صدق قولي، وإذا تناولنا أمرا أمرني، وإذا تنازعنا شيئا آثرني. أفتش عن إنسان إذا لقيته في وجه طلق، وإن عاملني فبخلق ولأوامر ربه اعتنق. أفتش عن إنسان هجره سلام وكلامه وئام وأفعاله بعيدة عن الحرام. أفتش عن إنسان أخ حبيب ذي عقل لبيب، وعند المآسي حاضر قريب. فتش عن إنسان من فيه الآيات تتلى والأحاديث تروى وبيده أنفق وتزكى. فتش عن إنسان راكع ساجد صائم عابد معلم مجاهد. فتش عن إنسان بار بأبيه وأمه واصل لأهله ورحمه على العهد مع أخيه وصاحبه. يا إنسان لا تنتظر شكرا من أحد، ويكفي ثواب الصمد وما عليك ممن جحد وحقد وحسد. يا إنسان إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وعش في حدود اليوم واجمع همك لإصلاح يومك. يا إنسان اترك المستقبل حتى يأتي، ولا تهتم بالغد، لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك. يا إنسان اعتزل الناس إلا من خير، وكن جليس بيتك وأقبل على شأنك وقلل من المخالطة. يا إنسان أحسن الأصحاب الكتاب، فسامر الكتب وصاحب العلم ورافق المعرفة. يا إنسان بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ رج، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية. سوف يصل الغائب ويهتدي الضال ويفك العاني وينقشع الظلام. يا إنسان إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد، فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وأرفة الظلال. وإذا رأيت الحبل يشتد ويشتد، فاعلم أنه سوف ينقطع لا محال. يا إنسان مع الدمعة بسمة، ومع الخوف أمن، ومع الفزع سكينة. النار لم تحرق إبراهيم التوحيد، والبحر لم يغرق كليم الرحمن، والمعصوم في الغار بشر صاحبه بأنه وحده معنا، فنزل الأمن والفتح والسكينة. يا إنسان يا من أصابه الأرق وصرخ في وجه الليل، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، أبشر أليس الصبح بقريب، صبح يملأك نورا وحبورا وسرورا. يا إنسان اطمئن، فقد فرغ من القضاء
ووقع الاختيار وحصل اللطف وذهب ظمأ المشقة وابتلت عروق الجهد وثبت الأجر عند من لا يخيب لديه السعي. يا إنسان اطمئن، فإن العواقب حسنة والنتائج مريحة والخاتمة كريمة. عجبا يا إنسان، ففي نفسك كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة النمرود واستطالة فرعون وبغي قارون ولؤم هامان وهو بالعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل وثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع. يا إنسان، ربك الرحيم الذي خلقك ما قدرته حق قدره، أعطاك ولم يمنعك، وصلك ولم يقطعك، وتقرب إليك باعا وأتاك هرولة، يغفر ذنبك، يفرج همك، يكشف كربك، يجبر كسرك، يغني فقرك، يعلم جهلك، يهدي ضلالك، يرشد حيرتك، يغيث لهفتك، يفك أسيرك، ويشبع جوعك، ويكسو عريك، ويشفي مريضك، ويعافي مبتلاك، ويقبل توبتك، ويجزي إحسانك، وينصر مظلمتك، ويقصم من تجبر عليك، ويقيل عثرتك، ويستر عورتك، ويؤمن روعتك، ويرفعك على أقوام. يا إنسان إلجأ إلى الله، فمهما بلغت من ذكاء، ومهما حزت من قوة، ومهما لقيت من سلطة، فإنك لن تسلم إلا بالله. إذ كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يحمله، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا يوافقه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد في ضياع دنيا، وشهوة غالبة، وشيطان مزين، فكل هؤلاء أعداؤه، فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. فلا تظنن أن الشيطان غلب ولكن الله أعرض. فيا إنسان، بعد رحلة طويلة طوال 30 ليلة، في كل ليلة عشنا مع مخلوقات الله في الأرض والجو والبحر، نتعلم منها الحكمة ونأخذ منها العبرة ونستمطر الموعظة. ذهبنا في جولات ترتاد آفاق السماء وتجول في جنبات الأرض والأحياء، رحلة طويلة شائقة جميلة تستجيب لها الفطر السليمة، رحلة مع مخلوقات كان لها حدث وبيان ليؤثر تصرفها في خلقك أيها الإنسان. مخلوقات تتكلم بالحكمة وتوبخ الإنسان تتجاوز حده بالموعظة. ما في الأرض يدخلك الجنة، وفيها ما يفتح لك بابا إلى النار فاجعل لك جنة، وفيها ما يعلمك درسا ويمنحك أدبا، يهبك قصة ويعطيك فرصة، وفيها ما يدهشك بمشاعر الإحساس بالذنب ومعاقبة النفس على الخطأ والخطأ، وفي الطير ما يدعوك إلى الأمل والرحمة وجمال الوفاء والحكمة، وفي الجبال والأشجار ما يعلمك الثبات والإصرار، وفي الحشرات الضعيفة عبرا تكتب في الصحيفة، وفي كريم الملائكة وخبث الجان تدور حياتك أيها الإنسان. لله في الآفاق آيات لعل أقل هو ما إليه هداك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، فيا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ فيا عجبا لك يا إنسان من مضغة لحم، ألا تسمع لآيات الله تتلى فلا يلين قلبك ولا يخشع؟ يا إنسان آن أن تداوي شكك باليقين والتواء ضميرك بالحق وعوج الأفكار بالهدى واضطراب المسيرة بالرشد. يا إنسان سألت عنك دوما وبحثت عنك كثيرا ونقبت عن أخبارك دهرا وفتشت عنك طويلا، فقل لي أين أنت؟ هذه بعض الفوائد والرسائل هذه الليلة. ونأتي الآن إلى السؤال الأخير، وهو ما هي أطوار خلق الإنسان في بطن أمه باختصار؟ يمكنكم المشاركة في الإجابة عن سؤال هذه الحلقة الأخيرة عن طريق مشاركة الحلقة على صفحاتكم على الفيسبوك وكتابة الإجابة في التعليقات مع ذكر الاسم ورقم الجوال في صفحتي.
تظهر الآن على الشاشة عناوين قناة عدن وعناوين. جوائز هذه الحلقة مقدمة من شركة في ختام برنامجنا أتمنى أن نكون قد وفقنا في الطرح وبيان المقصود، وإن كان ثمة خير وفائدة فدعوة في ظهر الغيب، وإن كان خلل وتقصير فمن صفات المؤمن ستر العيب. كما أشكر فريق العمل كاملا من الإنتاج والمتابعة والإضاءة والتصوير والمونتاج والخدمات، وكذا فريق قراءة الآيات والأحاديث ومؤلف كلمات تتر البرنامج الملحن والمنشد، وكذا كل من كان يعمل خلف الكواليس من الزملاء الفنيين. كما أشكركم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم وتفرغكم معنا طوال 30 حلقة. أسعد بالتواصل معكم، وإن كان ثمة أفكار وملاحظات فأرجو إرسالها إلى حسابي على الفيسبوك. تقبلوا تحياتي واعتذاري، أنا معين آل ترك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم في برنامج جديد في القريب العاجل بإذن الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الخلق خذ عبرا وعن آثاره خبرا، حكايات سنرويها هنا كي تحدث الأثرا. فصنع الله معجزة وللألباب كم أسرا. تفكر فيه يا إنسان قد خاب الذي كفرا. يعيش المرء متبطا إذا ما أعمل الفكرة، إذا ما أعمل الفكرة.